حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج صوت اهلنا. صوت اهلنا اليوم قرر يحط رحاله في شارع المتنبي، شارع بغداد الحيوي النابض بالحياه. ابقوا وياي وتابعوا تفاصيل هذه الحلقه. حبيبتي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. هلا حبيبي. شنو اسمك؟ ام علي. ام علي، عندك هنا بسطيه صغيره بشارع المتنبي. تمام، بازع. شنو تبيعين عليها؟ اكسسوارات عندي هي. طباعه عندي، حفره على الاكسسوارات، عندي ليزر، وعندي كتابه خط على الزجاج. يعني هسه هذا جهاز الليزر؟ هذا جهاز الليزر. اي، تطبعين على الخشب؟ خشب، اسماء، جلد، عبارات، والجلد همينه؟ الجلد هماتينه، خشب، جلد. عندي مثلا على الاكريليك. أيه. مثلا زجاج، العفو، المعدن المصبوغ، مو الستيل الاصلي، المعدن المصبوغ. ليش؟ لانه هذا الليزر مالتي يحفر فقط اللون اذا اذا على المعدن. أيه. اما اذا على الخشب لا، يحرق، يعني حرق يسوي مثل عندنا قطعه بس طبعتها ما ادري هون. انت هسه دا تطبع شلون؟ هسه طبعت قطعه هاي عندي قطعة، هسه هاي على الليزر، هاي هنا عندك حرقتها. حرقة الخشب. اي، فهذا الجهاز خاص بالحرق الخشب والجلد. في حال اذا اريد اسويها على المعدن فمجرد يعني تخدش اللون، لانه مال المعدن جهاز خاص. ما تنطيش النتيجة اللي انت تريديها. لا، لان مال المعدن جهاز خاص. زين، ايش قد الاسعار؟ يعني مناسبة، غالية؟ اكيد مو يعني مناسبة، يعني أقوى سعر وأكبر حاجة ب 10,000. 10,000 هاي أكبر حاجة. إيه، بس بالنسبة للبقية لا، أكو 3 أكو 5. شلون إجتك الفكرة؟ هي هاي فكرتي من زمان، يعني بس ثاني ليزر صار لي أسبوع من جبته، بس فكرة إنه خطاطة قبل لا تجيبين جهاز الليزر؟ خطي عادي، بس هو خطي يعني العالم راغبته للخط. بس عدي انه اني من زمان رايدة اسوي مطبعة متكاملة. حلو. يعني من طباعة على ليزر على حفر على يعني شاشة. تحبين هذه الشغلة؟ شغلات عمل يدوي احبها، لان اني اصلا مو بس اشتغل طباعة واشتغل اكسسوارات، لا عاد شنو بعد؟ اشتغل احجار، اشتغل اعمال يدوية، خشبيات، اشتغل بغداديات، رسامة، لوحات. حلو. زين، هسه انت حتطبعين اسم او شنو؟ هسه اريد بس انه اضبط القياس. ايه؟ على مود يطلع عندي قياس صح. راح نسوي 50. هاي بس دا اخذ قياس، انا ما بوع عليه من اشغله. زين، شلون الناس اللي دا تفوت منه ما يبان عليه؟ لا لا لا، بس اللي قريب عليهم ياثر، يعني تغوش عينه. بس اعتقد اكو نظارات خاصه للتعامل مع اشعه. ايه؟ الليزر. ليش ما تستخدميها؟ مو افضل لك؟ اي والله، بس ابوجي بس. ايه؟ بوجين؟ لا، من اجل سلامتك ضروريه ما جدا. ما احب، لانه انا اصلا ما بوع على الليزر، انا من اضبط القياس خلاص، بعد هو من كفى يخلص الوقت. اوكي. جد تطول العمليه تقريبا 5 دقائق؟ حسب الماده الموجوده، مثلا يعني اذا عندي كتابه ايه خلي تاخذ لي فد 2 3 دقائق. حلو. اذا عندي مثلا عباره كبيره خد تاخذ فد 4 5 دقائق مو اكثر. بعدين هسه انا باخذ قياس حتسوي لي اياها كلش صغيره. تمام. يعني انا هسه المشاهد يباوع صنم، ما اقدر ارفع راسي اصلا. عادي عادي، مو تقولين الاشعه مؤذيه؟ انت تريدي تطلعين على الاشعه مع الحاسبه. مع الحاسبه. عموما، من هو يساعدك هنا بالمحل؟ انا عندي عمال، بس الجمعه ما يقدرون العمال يطلعون وياي، عطلتهم لان عندهم امتحاناتهم بنفس الوقت، فاني اطلع وحدي الجمعه. بس وقت. معي هسه حنبلش نطبع. هذا هو؟ طفيت الجهاز؟ لا هسه يلا بلش الجهاز. هذه كلها واني صار ساعة مدنقرات. لا، اخذ قياسات. تمام، دقيقتين هسه ننتظر؟ اقل 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 من دقيقتين، لانه الحرق رايد له وقت شوية على مود ينزل. هسه ام علي كملت قطعة الخشب مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، طبعت هذا الاسم
على هذه القطعة بعد يحتاج لها شغل؟ الشغل انه اخلي لها الوان، اخلي لها ورد، اخلي لها زغرفة يعني. ايه وتصير يدوية مميزة. ايش سعرها؟ هاي ابيعها 5. زين يشترون؟ طبعا. حبيبتي آية الرزق ان شاء الله، انا سعيدة جدا وسعيدة بمشروعك، اتمنى لك الموفقة. تسلمين. تفضلي. شكرا جزيلا. بعدنا مستمرين وياكم اكيد شارع المتنبي بكثير طاقات شابه صنعت نفسها بنفسها وافتتحوا مشاريع صغيره. طبعا احنا قعدنا لان الموضوع مهم وشيق والحديث مطول. بداية السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ ألف الحمد لله. أبو منو حضرتك؟ أبو عباس. أبو عباس، أبو عباس محل رسم يشتغل به 32 رسام، شلون؟ بعد جائحة كورونا أو قبلها من فترة بعيدة يعني، كنت أنا مخصص فد جانب مهم لهذا يعني، كنت مهتم متولع بهذا الجانب. فقدرت انه اقدر اوظف الرسامين اللي موجودين اللي كانوا في دائره الغربه مثلا، اللي كان بسوريا، اللي كان بعمان قاعد، اللي زين انا ادري بيهم. فسالت سويت بحث على انه اي واحد يجيد موهبه التحكم بالسكين او الرسم بالسكين. رسم بالسكين. بالسكين يعني غريبة. الاله الاله تكون هذه شلون المالج الصغير كلش، وهذا كل تشغل مالج، هذا اللي تشوف فيه هذا كل مالج يعني مو فرشه. فعرفت انه اكو ليفلات بيجنر انترميديت ادفانس مثلا، شفت. فبديت اتعامل وياهم. بعدين شفت السوق جميل جدا، قلت لا خلي اسوي اوظف التراث العراقي. العراقي كله مخمل. هذا رسم على القماش؟ بلي هذا قماش كانفاس. بلي يعني هذه اللوحه بيها جارنتي يعني جارنتي، ماكو الوان تخلص ولا الوان يصير بها مثلا. رسام واحد يرسم لوحه؟ لا 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 لا, لا, لا الرسام الواحد طبعا هو يرسم اللوحه، لان هذا يكون بها منظور واحد. شنو الفرق دي. انت ذكرت الرسم بالسكين الصغيره او الفرشه؟ ها يكون بها بروز اي نفور. يعني هسه تشوفين هذا نفور يسموه. الفرشه تكون مسح. مسح. شنو الرسالة اللي تريد توصلها؟ الرسالة اللي أريد أوصلها وأريد أحكيها بملء الفم. العراق البلد الأول بالعالم بتصدير اللوحات من كثر ما بيه رسامين أكفاء وأجلاء. أكفاء وأجلاء وحقيقة، لكنه مع ما ماخذين فرصتهم. مو بس ما ماخذين، لا ماكو دور ريادي للحركة الثقافية بالعراق. هذا اللي يشوف يقول لي أنا ما مقتنع به، وهذا كله فراغ. لكن خلي يجون يوصلون للرسام يشوفون وضعه الصحيح. ماكو احد. مهرجانات اخذوا كل ظرف بيه فد مبلغ معين وراحوا بعد شهرين ثلاثه يجون لهنا يدورون شغل، يردون يشتغلون، عندهم قابليه الشغل. هذا مو صحيح هذا. فانا الرسام لا، انا احتضنته. نصيحه للشباب اللي عندهم موهبه الرسم بس ما قدروا يطورون من نفسهم، شنو تنصحهم؟ نصيحتي كل انسان يجي يريد يرسم ويبلش بالرسم ويبدا يعني تعاليم، لازم 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 يخلي في باله قضيه انه الجمال متعدد بالكون كليته. ابدا من حيث انت تريد، على راحتك ابدا. لكن من تطلع في الشيء لا تحاول تقلد، احنا نريد بنات الافكار. بنات الافكار هي اللي تتعرف على كل ثقافاتنا، اكو مكنونات بالنفس البشريه ما حد يعرفها. لذلك انا هسه مثلا استذكر عندنا رسام توفى قبل فتره، كان بامس الحاجه الى عمليه قيمتها 140 الف دولار مثلا لكبده. الله يرحمه. الله يرحمه. حسام داوود الله يرحمه. زين حسام داوود ابدع خير من لزم الاداه ويرسم، اذا فرشه واذا سكين. يسوي معارض خارج القطر، داخل القطر ما حد يعرف. عندنا كم للاسف عندنا كم عمل من عنده وراح في ريعان الشباب يعني 48 سنه راح. زين هذا رائد.
عندنا استاذ قيس سلمان هسه رجع من دبي. نعم. وتلاحظين انا متواصل ويا الجماعه اللي كانوا في دبي رجعوا، اللي موجودين هنا مثل دكتور مثنى القيسي عندي هسه، خلينا تحياتنا. اي أيوة والله اكيد لهم. زين شكرا جزيلا لك. الله يخليكم. انا برسم الخدمه. اتمنى لك الموفقيه وشكرا لحديثك معنا. على راسي على راسي. شرفتيني. حياك شرفتيني. اهلا ومرحبا. يا بحياكم الله. الله يبقى. اهلا وسهلا باهل الخليج. مرحبا. من وين جاي؟ جاي من قطر. من قطر على الراس. تحياتنا. شنو اسم حضرتك؟ محمد المري. محمد. وحضرتك؟ سعيد المري. سعيد المري. حياك الله. اهلا وسهلا. جايين الشارع المتنبي. نعم. من قطر الشارع المتنبي. نعم. واصلين اليوم الصباح. شلون عرفتوا بشارع المتنبي؟ معروف شارع المتنبي. اي سمعته سابقته، المقاهي القديمة، المكاتب القرطاسية، ملتقى الشعراء، الأدباء. اي نعم. شو جايين نشوفه؟ هذه أول زيارة لك للشارع. نعم. المتنبي؟ صحيح أول زيارة. نعم. ايه عجبك؟ إلى الآن بعدك ما مكمل الجولة وإحنا أخذناك لقاء. توني داخل لكن عاجبني، يعني الانطباع الأول، الكتب، الشكل حلو. حلو. الانطباع الأول. عجبك شارع المتنبي؟ نعم نعم. بالنسبة لي شارع المتنبي احدى الوجهات اللي يزورها السائح في بغداد. ايه ومعروف عندنا يعني بشكل كبير يعني. شنو الطير من عندك؟ هو ابن عمي. ابن عمك. نعم. اتفقتوا اجيتوا؟ نعم صحيح. ايه اول مكان اجيتوا الى شارع المتنبي؟ صحيح. نعم. وبعد وين ناويين تروحون؟ والله هي اماكن كثيرة بس الى الان ما زلنا نستكشف بغداد. ايه بس الحمد لله يعني الانطباع الاولي بغداد. الديره حلوه واهلها يعني زينين الحمد لله، يعني جدا جدا مستانسين بالانطباع الاولي يعني بالديره وباهلها. يا رب ان شاء الله والكل يرحب والكل لنهايه الله يسلمك ايامكم هنا في بغداد. شكرا. محمد. هلا. شنو الشيء المشترك ما بين الدوحه وبغداد؟ ناسها. نعم. ايه؟ هل الدوحة وهل يعني بغداد ودودين، ناس مضيافين يعني عشرتهم حلوة. ايه؟ وأنتم ما شاء الله عليكم العراقيين شاطرين بالشيء هذا، معشركم حلو. اي نعم. ايه؟ شلون هم العراقيين من كانوا يشجعون المنتخب العراقي هناك يومكم؟ والله والله ولعوا الجو عندنا. ايه ولعوا الجو. سوق واقف والاماكن السياحيه كانت كلها مولعه من العراقيين، هم اللي اعطوها جو ونكهه خاصه. شنو سامع عن العراق من العائله الاصدقاء بحيث خلاك تجي؟ كل ما هو طيب. العراق بدا بلد تاريخي يعني من قديم الازل، يعني ما في اي شخص عربي يبحث في تاريخه إلا يشوف البلد العراق له طابع في تاريخ المسلمين. شنو حتشتري من شارع المتنبي؟ والله قاعد نطلع الآن على الكتب وعلى الروايات. سهل انوار. شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ شخبارك؟ الله يسلمك ربي يحفظك. شنو اسمك؟ هاشم عماد. انا لاعب منتخب وطني ملاكمه. اتشرف. اي ملاكمه؟ ايه. مره واحده؟ بس انا يعني انا جاي ناشد يعني الصراحه. ايه انا شفت اكثر من القناه بس ماكو لقاء قاعد يعني يسوي لي شيء يعني خير. شنو عندك؟ انا مثلت المنتخب الوطني، بطل العراق، ناشئين، اشبال، متقدمين. ما شاء الله الحمد لله والشكر. ايه. حصلت جوائز عادله يعني جائزة 150,000. ايه انا سدا العب بنادي آليات الشرطة. وين الجوائز؟ الجوائز ما في جوائز. الالقاب موجودة بس اول العراق اول إيه؟ اول قوقاز دولية، بطولة قوقاز دولية، قناة الابداع، بس مجرد بس اسم لا اكثر. إيه؟ ليش بس اسم؟ بس اسم يعني انا ملاكم يعني حاير اروح دو ام حاير شلون اجيبه بالقرآن. الله يساعدك. ام بيت ليف برا. صحة وعافية يا رب. الله والديك. فانا سلعب نادي آليات الشرطة. ايه مثلت النادي من 2022 لحد الان 3 سنين صار لي. ايه قالوا لي نعينك
هاي اكثر من مره قالوا لنا عينك 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 اسمك وصل الوزير عينك باي صفه؟ بصفه لاعب نادي اليات الشرطه. ايه اسمك رفع يم شو اسمه الوكيل الاقدم وما ادري منو واسمك راح وصدقناه ووافقنا عليه بس حكي ماكو فعل. هسه انا يريدون معدي نتائج. انا اشتغل من 6 الصبح ارجع الساعه 4. شنو تشتغل؟ انا اشتغل بشركه مال عبد الله عويس الجبوري. اي اشتغل. شنو هذه الشركه؟ شو تبيع؟ مو تبيع، شركة مقاولات. اي يعني هو من خلال ناشدت مره ناشدت بس يعني هسه ماكو يعني انا جاي اتعب شغل من هنا انه بارجع تمرين يردون معي التمرين. انا حتى نفسيتي تعبت، نفسيتي تعبت من الملاكمه. اي حقك والله. يعني هسه بس هاي مال نادي على الشرطه صادق. اي هاي مال المنتخب الوطني. اي بس مجرد زين من ان عرضت مناشدتك صار اكو تحرك على موضوعك؟ اجتي وزراء. ايه انا هسه موجود اكو عندي لقاءات تثبت. ايه اجتي وزراء وجتي شو اسمه اعطوني ورقه اعطوني احكي بيها على انه عينوني. انا موجود. شلون تحكي بيها؟ ما اعرف انا ما اعرف. هل في الكاميرا وتحكي؟ حطوا لي هنا ورقه هيك حطوا لي اياها. شنو اللي تحكي لازم؟ بشكر مدري منو انه تم تعييني وما اعرف شنو بس حكي. وانت ما متعين؟ ما متعين. اخذوا فايل. ليش هيك سويت؟ ما اعرف. ضيعت حقك بايدك بالكذب. ما انا ما اعرف. هم قالوا لي هاي خذ فايلك. اخذوا ايه؟ فايلي وبعدين قاموا لا يجاوبون علي لا يسوون شيء. مع الاسف والله. الله انت رجال ان شاء الله يا ربي نعرض هذه المناشده. لاكو ورقه ولا تحكي بعد لا تكرر هذا الموضوع. ما اعرف انا هم اعطوني ورقه مجرد بس احكي بيها انه تم تعييني وتم سووه وتم هيك وتم وشكر 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 وكله بس الشكر وماكو اي شيء ولا خابرتهم ما يجاوبوني. ابد ابد. وانا مسؤول عن كلام وعندي لقاء يثبت هذا كلام. انا مو انه فقد اعلام، عندي لقاء يثبت هذا حكي مالك. انت شنو اسمك؟ هاشم عماد. هاشم هاشم عماد. هسه انت شنو اللي تريده بالضبط؟ انا هسه صار انا مجرد اريد اثبت على نادي اليات الشرطه وها هي يعني اريدها من راتب. يعني اريد راتب. انا تعبت يعني انا عمري كبر يعني هم مو صغير يعني هسه اذا بطلت من الملاكمه وين اروح؟ شقد عمرك؟ انا هسه مود 2000. اي بعدين مو بعدني بس لك المستقبل والله لا تنكسر. أي حقك بس لا تنكسر. تمام ان شاء الله يا رب نعرض هذه المناشده واحد يستمع لك وتنحل. امين ان شاء الله. انا ان شاء الله. اوكي ابتسم دائما. هي الحياه بيها ظروف وبيها تحديات بس وداعت يعني ايجار دواء بس دواء امي واحده 950 بالشهر وانا موجوده تشمل تقارير ومدها وايجار 350 روحت جيتي يعني ما وان شاء الله وانا عندي عائله. اهلك؟ ايوه انا عندي عائله، عندي طفل ومتزوج. يا عيني. اي والله يا عيني. سهله ان شاء الله. خلي عندك امل بالله عز وجل. ماشي بركة الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. الله يسعدك عمو. هلا ومرحبا يا هلا. الله يسلمك يا هلا. كل ما تشرب قهوه تذكرني. تذكرني. وشاي همينه كل ما تشرب شاي تذكرني. انت تسويها؟ هاي يدوي هذا كله شغل. ايه يعني شغل ايدك كله شغل حرفيه. حلو. وهاي من ضمن هذا التراثيات همينه شغل ايدك؟ كله كله. ايه منو من يشرب قهوه يتذكرك؟ والله انا قهوه ما اشرب. شاي. شاي هواي شاي. تشرب هواية. أيوة. شاي. اي ابو منو حضرتك؟ ابو ياسين. ابو ياسين عاشت الاسامي. ابو ياسين. شلون الشغل هنا؟ والله زين الحمد لله. اي يعني عندك زبائن؟ واي والله عندي زبائن الحمد لله واسعار زينه مو غاليه رخيصه. حلو. اي زين هسه هذه شنو ياكلون بيها يعلقوها؟ لا يعلقوها هاي تراثيات. هل العمار يشوفها؟ اي هي تشبه الماعون. تشبه الماعون. هاي تراثية هاي النخلة العراقية قديمة هذه كلش عمو؟ بالسبعين هاي صناعة أي سنة؟ 70؟ إيه هذا حتى النقاش ماله إيه. عندك بس 2 منهم؟ عندي علب ذنيج علب خشب مال اكسسوارات ما شاء الله إيه. هو شارع المتنبي هذا هو مكتبة. شنو اسمه كان قبل؟ لاك مخانة. إيه يعني شنو؟ يعني خبز أكمة خبز يعني إيه. كان مخبز هذا المصرف مخبز ما صمون ما جيش يعني حد السبعينات اللغة صار مصرف وهذا إيه. شارع المتنبي عريق يعني بعدين بدلوا اسمه
الى شارع الوراقين يعني تقريبا، لان بمكتبات اي فتحوا قرطاسيه كم واحد اثنين يعني مشهورين، عندي شاي دار المثنى للطباعه والنشر، يعني هاي كانت تصدر للدول العربيه الكتب الوحيده مفهرسه مكتبه. عندنا صادق القاموسي هنا، حسين الفلفلي، كم واحد فتحوا مكتبات معروفين، مكتبه النهضه، حسين الفلفلي جوا بالسوق كان شارع قرطاسية، بعدين توارت للأجيال صارت مطابع ما مطابع، بس بالفترة الأخيرة يعني عمروا الشارع تعميري، بس أنا أعتب يعني على التعمير مال البيوت القديمة، يعني هاي البيوت القديمة شبيهة كلها مهدمة، عندنا لجنة لازم يطلعون لجنة يرجعون البيت مثل ما كان قبل، مو صعبة، الفرش الطابوق بكربلاء موجود وتطلع لجنة يسوون الباديير ويسوون الشناشيل مالتها، يجي أجنبي عربي يقول لها باي بغداد القديمة بيوتهم، مو صعبة أبد، خرائط موجودة، الأقواس الشناشيل كلها موجودة. زين هالسا تروحين البلاد الشام، أبسط شيء سوريا، أبو البيت ما يقدر يتلاعب بالبيت أبد، يريد يغير لا يأخذ إذن وتجي لجنة تباوع تقول له ريد مثل هذا تسوي، احنا هنا بكيفهم بيت شناشيل وقعوه انتهى راح التراث، بس عندنا ذني مال بالصالحيه بشارع حيفا مال توفيق السويدي هذني بيتين، وهذا مو طراز عربي هذا طراز فرنسي، يعني هسه ولا اكو هنا بيت بغدادي موجودات بس كلها مهدمه. عموما شكرا جزيلا عمو، الله يسلمك، شرفت، وان شاء الله يعرف صوتك يوصل، احنا صوتنا يوصل امانه، ويعمرون هذه البيوت اكيد وياخذون فدونا ويبنون، مو والله مو غالي حتى لو تبرعات من عندنا، ان شاء الله نشارك، وحي بغدادي قديم يجي العربي لاجل هسه يجي عربي يريد يطب هنا دور شو يشوف كلها مهدمه وكلها مخلشه. شكرا عمو، الله يسلمك، ممتنة اكيد. عمار بعدنا مستمرين، ها نهاية الحلقة وصلنا وياكم، بس خلي أعبر من هذه، وصلنا وياكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في شارع المتنبي، نلتقي بحلقة أخرى إن شاء الله، إلى اللقاء.